السلام عليكم أصدقائي، وياكم عادل فيديو جديد من كل يوم معلومة. فيديو اليوم هو فكرة طبقتها أنا وحبيت أفيدكم بيها. الفكرة أنه معظم بيوتنا هي شبابيك حديد، وتعرفون الشباك الحديد مو مثل الشباك البي في سي اللي هو يقطع الصوت والأتربة والهواء والهاي. فمهما كانت يعني كفاءة الشباك الحديد لازم يعبر، خاصة إحنا هسه موسم شتاء ويطب هواء بارد، وما أسولف لكم على الصوت البرة ولا جماعة الآر أو جماعة البطايق وهالسوالف هاي. فتقريبا يعني هاي الفكرة تقلل لك 50% من الصوت البرة. كل اللي أحتاجه بالفكرة هو هذا الشريط العازل. هذا الشريط العازل قيمته رخيصة جدا بألف دينار. هذا طوله 5 أمتار. شنو فائدته ووين راح نخليه؟ تعرفون الفرق بين البي في سي والحديد انه البي في سي يكون منطقة عزل بالشبابيك والبوب بهذا المكان، هذا المكان تكون لاستيكة او مكان عزل. فاحنا ايش راح نخلي؟ راح نخلي هذا اللاصق او الشريط راح يكون هنا، فراح يعزل الصوت والاتربة والهواء عزل كامل. هذا الشريط اللاصق اللي هو يكون لاصق من طرف واحد، راح نفتح من صفحة واحدة نفتحها وراح نلصق الشريط بهذا المكان بالضبط بالباب وبالشبابيك. هذا هو الشباك، راح يكون اللصق بهذا المكان على دائر مدائر الشباك هذا المكان. فعندما سد الشباك راح الكبس يكون بشكل مضبوط بحيث يعزل الصوت والأتربة. طبعا مو بس هاي، يعني مشكلة انه الشباك عندما تغسله من الجهة الاخرى راح يطبب مي للبيت. ليش؟ لان اكو فتحات راح تصير بهذا المكان، لكن انت من راح تغلقها وباستخدام هذه الطريقة راح ينعزل عندك. فحتى من تغسل الشباك من تجي الجهة انت راح تعزله عزل كامل، وحتى مي ابد ما يطب للبيت. حبايبي خليكم ويانا وخلي نشوف الخطوات شلون نلزق هذا الشريط، وهي خطوات بسيطة جدا، وتابعوا ويانا. رجعنا لكم حبايبي، لاحظوا هذا الشريط يكون هيجي. هذه الصفحة تكون ما بها مادة لاصقة، هذه الصفحة هي بها المادة اللاصقة، نفتحها وكأنه ما جاي نفتح فد لزقة. تفتح شوية شوية وتبدي تلزق من بداية الحافة مع الشباك، تبدي من اي جهة تناسبك ويا الحافة وتلزق. يعني ما تجي تفتح كل الشريط هذا، تفتح جزء جزء حتى لا يلزق عندك يعني بشكل خاطئ. فتفتح شوية شوية وانت نازل بهاي الطريقة. طبعا اللصق مالته كل الزين بحيث يكبس وما يطلع بسهولة. وبهاي الطريقة أنا أفتر على كل الشبابيك مالتي وحتى الأبواب. في حالة وجود هاي الزيادة بالشباك أنا أقدر باستخدام موس أو كتر حاد أقص هاي الزيادة حتى ما تأثر على طبقة الشباك. بهاي الطريقة أكمل كل شغلي. لاحظوا حبايبي شلون أقص الزيادة باستخدام الموس، موس حاد. وهاي هي الحافة شلون تصير ويا حافة الحديد. أجي هيجي بكل سهولة ويا الحافة أقص كل الزيادات الموجودة حتى شنو تطلع عندي هذا الشكل النهائي. يعني تكون هذه الثكنس ويا الحديد. شوف هاي عندما تنضغط وعشان تكون كأنما الشباك عندي بي في سي يصير. لاحظوا حبايبي هاي النتيجة النهائية لعمل هاي الفردة. لاحظ هاي منطقة البراغي لا تربط بيها لان راح تصير عالية وما راح يطبق عندك الشباك بصورة صحيحة. هذا الفريم كله راح يكون هيجي. هاي السدة مال الشباك راح تكون محكمة. لاحظ شلون سد سدة محكمة بحيث اي فراغات ما بقت
يدخل من عندها هواء وتراب. هذا بالغاز جانا. لنا حبايبي انتهى شرحنا. اتمنى تكون عجبتكم الفكرة. لا تنسون اللايك، لا تنسون الاشتراك. نلتقيكم في فيديو جديد وفكرة جديدة. اخوكم عادل الربيعي، ايمان الله.